ديزني جونيور تقدم لحظة سحرية لميكي والمتسابقون. المساعدات السعيدات ذهبنا لهاواي للمساعدة في إقامة لوواو. المساعدات السعيدات، شكراً جزيلاً على إعداد عيد ميلاد جد كاي الليلة. بدونكما كانت ستصبح اللوواو كارثية، أليس كذلك يا بيكونا؟ أنت لطيفة. بيكونا حيوان أليف، لكن يجن جنونها لأي نوع من الشطائر، لذا احذرا. أنت لطيفة جداً، لن تسببي أي متاعب، صح؟ الآن بما أن كل شيء مرتب هنا، أنا وليلاني سنذهب لجلب الجد كاي. لكن أمي، أنا لم أحضر هدية لجدي بعد. اطمئني يا ليلاني، سنبتاع شيئاً الآن. لكن أريدها أن تكون مميزة. عمة أولينا، هل طلبتين نساعد ليلاني في اختيار هدية؟ لكن صعب جداً شراء شيء للجد كاي، لديه أشياء كثيرة. لكننا متسوقات محترفات، سيساعد هذا كثيراً. مهالو، شكراً لكما، سأعود عند المغيب مع الجد كاي. الآن كوني مطيعة يا بيكونا. ماذا سنفعل بشأن الهدية؟ أريدها أن تكون مميزة مثل جدي، لكن لديه كل شيء. ليس كل شيء، أنا أعرف ماذا تنتوين. ألوها. ألوها. جدي، كنت أحاول إيجاد هدية مميزة وفريدة مثلك، وقد وجدتها، أرجو أن تعجبك. ليلاني والهولا، إنها تحكي عن نشاطاتنا الممتعة سوياً. مذهل للغاية. هذا لطيف جداً. عيد ميلاد سعيد. ليلاني، تعالي هنا. حصلت على هدايا كثيرة في حياتي، لكن هذه أكثرها روعة ومحبة. حصلت على مساعدات جيدات. هذا هو عملنا. بمساعدة ميني وديدي، صنعت ليلاني هدية من القلب لا تقدر بثمن للجد كاي. واصلوا المشاهدة للحظة سحرية أخرى، وسيمكنكم رؤية ميكي والمتسابقون على ديزني جونيور.